السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي الأعزاء، أحبائي الله، إزيكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله رب العالمين. النهاردة مع فيديو جديد من فيديوهاتنا المنوعة، وفي شرح اليوتيوب والربح من اليوتيوب. فيديو مهم لكل الناس إن شاء الله رب العالمين، الناس اللي فعلت قناتها بإذن الله، وألف مبروك لكل أحبابي الأعزاء اللي فعلوا القنوات بتاعتهم. في بعض الإخوة لسه ما عرفوش موضوع الفيديو اللي أنا هنفذه، وفي بعضهم بيعرفوا، فإحنا حبينا إن شاء الله نروح للفيديو اللي هنتكلم عليه النهاردة. النهاردة هنتكلم إن شاء الله رب العالمين عن إزاي تحط الإعلانات على الفيديو بتاعك عشان تفعل تحقيق الربح من الفيديوهات بتاعتك. ممكن تحط في طريقتين، ممكن تحطها أنت يدوي، تحط الإعلانات بتاعتك يدويا، ممكن تحط 10 إعلانات على الفيديو، تحط 15، تحط أهم حاجة الفيديو هيتعدى 8 دقائق. لكن الفيديو لو أقل من 8 دقائق هو كده كده اليوتيوب بينزل لك عليه، ما بيتحطش عليه يدوي، وبتحقق برضو أنت في الربح لو أنت عايز تحقق فيه، بيتحط فيه إعلانين أو 3 إعلانات أو إعلان واحد على حسب مدة الفيديو بتاعك. فانتوا اللي حقق الربح، يعني نتمنى الناس اللي بعد كده تعمل فيديوهات تتعدى ال8 دقائق وال10 دقائق عشان يبقى متاح ليك اللي انت ان شاء الله رب العالمين تحط الاعلانات يدويا، او لو مش يدويا تحط لك كذا اعلان على الفيديو باذن الله عشان تحقق مشاهدات وتحقق الربح اكتر باذن الله رب العالمين. فان شاء الله رب العالمين النهارده موضوعنا قلنا ازاي تضع الإعلانات على الفيديوهات بتاعتك بعد تفعيل القناة. خليكم معانا، وقبل ما نروح للفيديو وشرح الفيديو، يا ريت حضراتكم في إن شاء الله شجعونا باللايك ومشاركة الفيديوهات مع أكتر عدد من الناس، وسبسكرايب وتفعيل الرن عشان يوصلكم مننا كل جديد. يلا اللي ما اشتركش عندنا يشترك عندنا ويفعل الجرس. يلا حبايبي نروح على الشرح مع بعض، يلا بينا نروح على الشرح. حبايبي نستكمل بقى مع بعض ان شاء الله رب العالمين. يلا نروح كده اهوت على شاشة الكمبيوتر او الموبايل لو انت ماسك الموبايل، ونشوف هنحط الاعلانات ازاي على فيديو من الفيديوهات هنختاروه معاكم باذن الله رب العالمين. يلا بينا حبايبي. اول خطوة طبعا احنا عارفين نروح لكروم، نروح لكروم على طول اهوت. احنا حتى اهوت نروح لكروم عشان تبقوا معانا واحدة واحدة حبايبي الغاليين، طبوا معانا واحدة واحدة. هنضغط على كروم حبايبي اهوت، هنضغط على كروم. لما نضغط على كروم هيفتح لنا الصفحة بالشكل ده اهوت. لو انت مش عندك الصفحة بالشكل، بس كل الناس عندها الصفحة بالشكل ده التحديث الجديد. بتعمل تسجيل، لو عايز تعمل في البحث بحث عنوان الويب تسجيل دخول يوتيوب، احنا عايزين نروح لاستوديو يوتيوب عشان نختار فيديو ونحقق منه، نضع الاعلانات ونحط الربح مع بعض. اول حاجه بتضغط على علامه اليوتيوب دهيت اللي على ايدك اليمين، تضغط على علامه اليوتيوب اهيت، او اللي ما عندوش الشكل دهوت في البحث بيكتب تسجيل دخول يوتيوب وبيخش لحد ما يخش ايه استوديو منشئي المحتوى زي ما احنا عارفين. هنضغط على علامه اليوتيوب ضغطه واحده، ضغطنا عليها هتفتح لنا الصفحة بالشكل ده. انا طبعا كنت عامل الاصدار بسطح المكتب، طبعا انتوا كلكم عارفين الكلام ده اهوت، عاملين الاصدار بسطح اهوت. دوس على ال3 نقط اللي على الشمال فوق، لو احنا لغيناها كده اهوت هترجعنا دي الصفحة اللي هتظهر عندك اول ما تضغط على علامة اليوتيوب او تعمل تسجيل. نروح لل3 نقط اللي على الشمال فوق، نروح لل3 نقط اللي على الشمال فوق اهوت، ماشي يا حبايبي، نروح لل3 نقط اللي على الشمال نضغط عليهم زي ما انتم عارفين، ونعمل تحت خالص الاصدار اهوت العرض باصدار سطح المكتب، نضغط عليها ضغطه نفعلها. هيفتح لنا الصفحه بالشكل ده اهوت كانك شغال على كمبيوتر بالظبط. بعد كده في صوره القناة تحت ال3 نقط، في صورة القناة تحت ال3 نقط بتكبر اهوت، صورة القناة بتاعتك بتضغط عليها
صورة القناة، تضغط عليها وتشكر. أحبابي أحبابي، هنضغط على صورة القناة، هيفتح لنا هيدينا الاختيارات دهيت. هنضغط على تالت اختيار اللي هو استوديو يوتيوب، تالت اختيار اهوت استوديو يوتيوب اهو. اما نضغط عليه هيفتح لنا الصفحة بتاعتنا، هيفتح لنا الصفحة بتاعتنا بالشكل دهوت. فتح لك الصفحة بالشكل دهوت. هتيجي على اليمين زي ما احنا عارفين على طول، تحت التلات شرط كده الاختيارات دي كلها، وتحت صورة القناة بتاعتك هنروح للفيديوهات، هنروح للفيديوهات تالت اختيار. تاني اختيار ضغطنا على الفيديوهات، بسم الله ضغطنا على الفيديوهات، ظهرت عندك الفيديوهات ماشي بالشكل ده هوت. هنشوف فيديو من الفيديوهات اللي معلهاش تحقيق الربح ونفعله مع بعض. لما تيجي كده هوت في الفيديوهات ضغطنا على الفيديوهات احبابي، اخترنا فيديو اهوت، كاتب لك مستوى العرض علني، وكاتب لك تحقيق الربح، عامل لك حرف الاس اهوت. بص يا جماعه، لما يكون في ميزه التحقيق، لما يكون في ميزه تحقيق الربح موجوده، هنختار فيديو اهوت احبابي معلوش تحقيق الربح عشان نحط الاعلانات. ازاي نحط الاعلانات يدويا على الفيديوهات؟ تحط 10 اعلانات، 15، 20، طالما الاعلان عدى 8 دقائق بقى 10 دقائق بقى 20 دقيقه بقى نص ساعه، بيتيح ليك اليوتيوب اللي انت تحطه يدويا. وهنعرفه ازاي نحطه يدويا عشان تحط اكتر عدد من الاعلانات، عشان باذن الله رب العالمين الاعلانات تجيب لك ارباح. فاحنا ان شاء الله رب العالمين اهوت، هنختار فيديو معلهوش تحقيق الربح، هتلاقي علامه الاس عليها، بص اهو عليها شرطه كده اهوت مش باللون الاخضر، الفيديوهات اللي تحتها اهوت متحققه باللون الاخضر. فهنعمل ايه؟ هنضغط على الفيديو نفسه اهوت. بص يا جماعه بقى، بص يا حبيبي، هتيجي على اليمين كده اهوت، ادي الفيديو اهوت، بتضغط ضغطه واحده يجيب لك التفاصيل والاحصاءات والكلام دهوت، وفي علامة الاس اللي هي بتاعة تحقيق الربح، 1 2 اهوت، 1 2 3 4، هتضغط على علامة الاس تحقيق الربح، هينقلك للصفحة اللي بالشكل دهوت، الصفحة دهيت. بتخش على طول اول مستطيل فوق بيقول لك ايه، ميزة تحقيق الربح غير مفعلة. طب عشان انا مفعلها، في سهم اهوت، في سهم اهو في المستطيل، هتضغط عليه ضغطه ماشي، بيقول لك تفعيل ولا ايقاف، فانا طبعا هنقول له تفعيل وهنقول له تم. تمام كده، انا كده ايه فعلت، عملت تفعيل. نروح جاي تحت على الاختيارات اللي هو عطاهاني، كل اللي انت شايفينه دهوت تحطه في المربعات دهيت كلها، تظللوها باللون الاسمر، ادي 1 2 ماشي يا حبايبي، كل المربعات اللي عندكم تظللوها اهو، كله تظللوه، تظللوا كله ماشي، تظللوا كله كده اهو. وتيجي السطر اللي قبل الاخير في اداره الاعلانات اثناء التشغيل، اداره الاعلانات اثناء التشغيل باللون الازرق اهيت، انتوا شايفينها، هنكبرها لكم، اداره الاعلانات اثناء التشغيل، هتضغط عليها ضغطه، معلش لازم كله تخليه باللون الاسمر كده وتعلم عليهم علامه صح، اداره الاعلانات اثناء التشغيل، تضغط عليها ضغطه كده اهوت، هتفتح لك الصفحه بالشكل ده اهوت. لما نضغط كده حبايبي، لما نضغط اهوت فتح لنا الصفحه بالشكل ده اهوت، بيقول لك بقى حط الاعلانات، هتلاقي ان اهوت بص اهو هنتحرك بيه، هتلاقي في مؤشر رايح جاي، انت المؤشر ده هو بيبقى حاططه لك، هتروح انت جايبه في اول الفيديو بتاعك، في اول الفيديو تحط المؤشر وتيجي فوق كده اهوت. انا لو كبرت لكم، نكبرها شويه اهو، وكبرت شويه، بص يا حبايبي لو كبرنا اهو، بيقول لك فاصل اعلاني، انت لما تكبر كده اول ما تجيب المؤشر على ايدك اليمين تروح ضاغط على علامه الزائد ديت اللي فوق عندك اهو، هننزل بيها نصغرها ونرجع بيها تاني اهو، عشان بس تبقوا معايا والواجهه بتاعتكم ديت بتبقى موجوده عندكم اهو. يبقى احنا اول حاجه بنجيب المؤشر، بتجيبه لحد اول الفيديو عشان نحط على اول الفيديوهات اللي احنا بنحطه يدويا، وبنعمل فاصل اعلاني ندوس عليها باللون الازرق دهيت اهي، بص يا حبايبي كده اهو اهي ديت، تضغط عليها
ضغطة كده، اول فيديو اتحط. تسحب المؤشر بعد كده بشوية صغيرين، دقيقتين ثلاثة، وتعمل تاني، تعمل فاصل اعلاني كده اهو، وفاصل اعلاني كده، وفاصل اعلاني كده، فاصل اعلاني، فاصل اعلاني. تجيب المؤشر وتضغط على فاصل اعلاني، تجيب المؤشر وتضغط على فاصل اعلاني، تجيب المؤشر تضغط على فاصل اعلاني، مؤشر وفاصل اعلاني، المؤشر اهو، ممكن اهوت مثلا واحد كمان فاصل اعلاني، وتجيبه لحد النهايه وفاصل اعلاني. كده انت حطيت الاعلانات يدويا على الفيديو بتاعك. الفيديو اهم حاجه يتخطى الثمان دقائق، اقل من 8 دقائق بتخش تعمل نفس الخطوه دهيت، ماشي، هتلاقيهم دول متفعلين وتعمل حفظ مباشره، مش هيفتح لك الصفحه بالشكل ده. هو اقل من 8 دقائق بيحط لك هو اليوتيوب اعلان او اعلانين بالكتير، لكن انت اكتر من 8 دقائق ممكن تحط 10 اعلانات، 15، 20، زي ما انت عايز. خلاص، بعد احنا ما عملنا الفاصل الاعلاني وحطينا الاعلانات بتاعتنا، انا هنجيبها نجيب كده ايه الصفحه يمين شويه، هتلاقي كده اهوت في كلمه حفظ اللي هي اهي فوق الفيديو على طول، في هنا حفظ، بتضغط عليها، تضغط عليها ضغطه، ماشي، وبعدين اول الصفحه من فوق تاني، الصفحه دي تفتح لك، وبرده تعمل حفظ تاني مره. وبكده احبابي بتسيبه يتحمل اهوت، بيتحمل معانا اهو، بيتحمل معانا. احبابي الاعزاء، اخواني واخواتي، كده انا حطيت الاعلانات بتاعتي على الفيديو اللي انتوا شفتوه. طب انا عايز نتاكد ازاي الاعلانات نزلت، نروح نرجع للفيديوهات تاني، نرجع للفيديوهات تاني ونشوف على الفيديوهات، هل علامه الاس بقت باللون الاخضر وقال لك تحقيق الربح؟ يبقى انت كده ماشي صح. اهو يا حبايبي جبنا الفيديوهات، هنشوف الفيديو بقى بتاعنا، الفيديو الاولاني خالص اهو بيقول لك ايه، بص اهو تحقيق الربح اهي، ميزه تحقيق الربح ايه؟ مفعل. ادي الفيديوهات هنصغر لكم، ادي اول فيديو، ادي اول فيديو على مستوى العرض علني، وتحقيق الربح تاني حاجه اللي هي الاس باللون الايه؟ الاخضر. يبقى انت كده حققت الربح على الفيديو اللي انت عملته دهوت، وحطيت الاعلانات، وهو ده كان موضوع الفيديو ان شاء الله رب العالمين. يا رب انتوا تكونوا استفدتم. طبعا الفيديو زي ما قلت لكم، اخر ملحوظه، الفيديو اللي هو اقل من 8 دقائق هم بيحطوا عليه اعلان او اعلانين، ما تهتمش انت بكده، انت ممكن تخش تعمل نفس الخطوه وتعمل حفظ على طول، هو بيحط لك اعلانات انت مش هتحط عليه اعلانات يدويه. الاعلانات اليدويه بتزيدك اللي انت بتحط اكتر من اعلان، هو بيحط لك اعلان او اعلانين، لا انت ممكن تحط 10 20، بحيث الناس لما تيجي تشاهد لك بتشاهد الفيديو، ولما بتشاهد لك الفيديو بتشوف الاعلانات الكتير دهيت، انت بتاخد عليها ارباح، انت بتاخد عليها ارباح. ويا ريت بس في ملحوظة مهمة، الناس اللي بتتفرج لحبايبي اللي فعلوا القناة بتاعتهم، يا ريت اللي هم لما يشوفوا الفيديو يعملوا تخطي للفيديو عشان ما يأذوش صاحب الفيديو، لأن اليوتيوب يعتبرها نقرات غير شرعية، وأنا اتكلمت على الموضوع ده قبل كده، وهنحط لكم إن شاء الله موضوع النقرات غير الشرعية إن شاء الله في أسفل الفيديو الرابط بتاعه، عشان برضو اللي عايز يرجع يعرف النقرات غير الشرعية إزاي يعرف. وهو ده كان موضوع الفيديو النهاردة، وده موضوع مهم عشان تحقيق الربح، ووضع الإعلانات على داخل الفيديو يدويا، وهو ده كان الموضوع بتاعنا أحبابي الأعزاء. يا رب أن تكونوا استفدتم معانا بالموضوع ده هوت. كان معاكم أبو زياد من قناة شاهد وفهم وتعلم منوعات على اليوتيوب، ما تنسوناش بقى حبايبي تدعمونا باللايك وسبسكرايب وتفعيل الرن عشان يوصلكم مننا كل جديد. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.